مثل المنتخب المغرب والجزائر والسنغال. وقوه اظن اليوم انا من كل المتتبعين حال الف يعني في هذا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بيقولوا افضل منتخبات الان في البطوله المغرب والجزائر. ليش؟ لان المغرب صراحه عنده منتخب متكون من لاعبين او متكون من لاعبين عايشين هذه مده ازيد من 5 سنوات مع بعض، وعندهم ناخب وطني ايرفي غونار. انت تعرفوا تعرفوا اللغه الفرنسيه ما معناها غونار؟ هو الثعلب. 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 وغونار رجل يعني انسان محترم وشخصيه قويه وكيعرف يتعامل بشكل رائع جدا مع كل العناصر. بالرغم حلم كل المنتخبات وحلم كل الانديه فعلا. اعطى المنتخب المغربي طريقه، ممكن نقول طريقه جديده في اللعب. لان الا كتلاحظوا المنتخب الوطني المغربي ولو ما كيعملش مباراه يعني كبيره جدا، كيبان لك بانه منتخب صاحب الكلمه الاولى. صاحب الكلمه الاولى صحيح. وهذا كله عندك المغرب وعندك الجزائر وشيء ما المنتخب السنغال. قوه هذه المنتخبات هو وسط الملعب. وسط الملعب. ونقطه ضعف المنتخب المصري. نقطه ضعف صحيح. نشكرك على صراحتك. لا 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 لا, لا, لا تمام كده ده مطلوب. وعندكم في مصر انا كنظن وكنعرف بانه في وسط الميدان ديال المنتخب مصر من ابرز واحسن اللاعبين الموجودين في الدور. انما الميكانيزم كاين هناك خلل. كاين هناك خلل ممكن